أطول قصيدة في التاريخ، الشاهنامة. الشاهنامة كتاب يشبه بالإلياذة هيرموس التي وضعها هومر كأطول نثرية تقص المعارك بين اليونانيين وأهل طروادة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. الشاهنامة أو الملحمة الشعرية التي تعني كتاب الملوك فاقت كل كتب الشعر والقصائد شهرة وفاقت إلياذة هومر الطويلة، فكان كتاب الملوك أو الشاهنامة أطول من الإلياذة بسبع مرات. قصة هذه الملحمة الشعرية الفارسية تبدأ مع الشاعر أبو القاسم الفردوسي الذي ولد قرب مدينة طوس في بلاد فارس حوالي سنة 940 في إقليم خراسان. عندما كان الفردوسي في 36 اعتمد الفردوسي على قصيدة كتبها الشاعر الفارسي داقيقي ليحول منها ملحمة شعرية عكف على كتابتها 35 سنة حتى اكتملت عندما بلغ الفردوسي 70 من عمره سنة 1010. أطلق الفردوسي على ملحمته الشعرية اسم كتاب الملوك أو الشاهنامة، وتألفت الملحمة من 60,000 بيت شعر كوبلي ينتهي كل شطر منها بنفس القافية والوزن. وتقص الملحمة في أبياتها الأساطير القديمة وتنتقل من الفترات السعيدة إلى الفترات الحزينة وصولا إلى الضحاك حتى يثور عليه صانع الجلود كفاح ويعزله في جبل دمواند. ثم تبدأ حلقة جديدة في الملحمة عن قصة الحب بين زال ورودابا ابنة ملك كابول، والذي بزواجهما ينجبان البطل رستم الذي يحمل مكانة عظيمة في الفلكلور الفارسي شبيهة بمكانة هرقل في الأساطير اللاتينية. وتستمر الملحمة في سرد تاريخ ملوك فارس وحتى موت يزدجرد الثالث سنة 651. لم يكن الشعر وحده الدافع وراء كتابة الفردوسي لهذه الملحمة خلال 35 سنة، لكن كان يهدف لإبقاء التاريخ حي في قلوب الناس حتى لا ينسوا إرثهم التاريخي. ويحتوي كتاب الشاهنامة على مرثية في السلطان محمود الغزنوي والذي أهدى له هذا العمل الضخم، وبعد أن فرغ الفردوسي من الملحمة الشعرية الطويلة جدا 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 ذهب إلى البلاط ليقدم عمله، فكوفئ مقابله ب20,000 درهم، وكان المبلغ أقل بكثير من الموعود، فخاب رجاء الفردوسي وقرر الانتقام لهذا الظلم بأن كتب هجائية قصيدة هجاء في السلطان محمود وأرسلها له بدلا من المرثية. ثم فر الفردوسي إلى حيرات ومنها إلى طبرستان ومنحه حاكمها الحماية. ومن طبرستان ينتقل الفردوسي إلى بغداد ليستقر فيها ويؤلف ملحمته الشعرية الثانية يوسف وزليخة، وتألفت الملحمة من 9,000 كوبلي. ثم عاد الفردوسي إلى بلدته الأصلية غرب طوس في أواخر حياته.